كان من أكبر وأنجح المسيرين اللي عرف المغرب، عنده واحد المسيرة كبيرة في التسيير، يعني من عهد الكوربوراتيف كرة القدم المهنية، حيث أنه كان بريزيدون ديال واحد الفريق سميتو أيدكو، ومن بعد داكشي هادشي في الستينات، ومن بعد هادشي راه كان مسير كبير في الرجاء، ومن بعد الرجاء التحق في جمعية الحليب اللي ولات أولمبيك البيضاوي، ومن بعد ما اندمجت مع الرجاء عاود رجع للرجاء وشارك في واحد العدد كبير ديال الألقاب والإنجازات اللي حققتهم الرجاء في الفترة الذهبية، والله يرحمه برحمة الله، يعني افتقدته الساحة الرياضية. اش غادي يقول لك المرحوم العسكري؟ يعني افتقدته الساحة الرياضية، يعني السي العسكي كان من المسيرين المرموقين، وكان وراء انشاء الفريق العتيد اللي كان ديال الحليب، جمعيه الحليب، وكان دا فيه كاس العرش ودا فيه بطوله، وجا للرجاء يعني قدم خدمات جليله للكره المغربيه، لا في الرجاء ولا في فرق الاحياء، لان كان اللي كيحتاج عبد اللطيف العسكي الا فتوى ديال الكره او الا كيلقاه. كنظن من ما كاب العسكي اب مثالي، لان وليداته قراو قرا وليداتو، الايامات ديالو ديال الرجاء كانت الرجاء يعني في ازدهار كبير. اش غادي نقول لك؟ انا لله وانا اليه راجع. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشان يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.